صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بجلال أحمد في مهابة حيدر قد أنجبت أم الأئمة زينبا، فبمجمع الشرفين بضعة فاطم حصلت على كرومة عظمت نبا وسرت مكارمها مع الدنيا كما يسري لارج الثناء مع الصبا وربيبة الخدر المقدس زانها علم حوته حبوة لا مكسبا. عما أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهم. علم حوته حبوة لا مكسبا ومآثر كثر النجوم عدادها زهوا على كر الليالي ما خبا. وبآية التطهير والقربى لها قطران قد خص بأصحاب عبا، وعن الوصي بلاغة خصت بها أعيت برونقها البليغ الأخطبا. ما استغسلت إلا وتحسب أنها تستل من غرر الخطابة مغضبا، وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا. هذا بمشتبك النصول، يعني الحسين، هذا بمشتبك النصول، وهذه في حيث معترك المكاري في السبا. بدم الشهادة ذو ريق ومدمع أذرام ذاب القلب دمعا. طيبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا وغصبوا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وثيقتان تاريخيتان من الوثائق الدامغة لواقعة الطف، واللتان هزتا وزعزعتا عرش يزيد وهدمتا كيانه وأحدثتا هزة عنيفة في مجلسه مما التجأ إلى إخراج أهل البيت من الشام إلى المدينة،
وإلقاء اللوم على عبيد الله بن زياد في قتله، وقد جاء في نص الوثيقة الأولى وهي خطبة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ما ذكره أرباب التاريخ. قال السيد ابن طاووس وابن نمى: لما سمعت زينب ابنة علي عليهما السلام يزيد يتمثل بأبيات ابن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، إلى قوله: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فانتفضت الحوراء زينب سلام الله عليها كالصل، وتوجهت إلى ذلك المجمع وهي متجلببة بجلباب أمها فاطمة، فقالت: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، أقطار الأرض بالجيش وآفاق السماء بالرايات، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرور، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فمهك بعد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، إشارة إلى قتل حمزة سيد الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت
من نظر إلينا بالشنف والشنان والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمبصرتك، وكيف لا تقول كذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشافة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكم، ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا يا الله، اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جندك. وفي رواية: فوالله يا يزيد ما فريت إلا جندك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس الظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأعظم جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، وإلى الله المشتكى وعليه المعول.
فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عامها وهل رايك إلا فنت وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما الوثيقة الثانية فتلك هي خطبة الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدي وفي مجلس يزيد أيضا حينما صرق المنبر وحمد الله وأثنى على رسوله وآله ثم قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسابع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومهديها ومنا سيدة نساء العالمين أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الغدا أنا ابن خير من انتعل واحتفى أنا ابن خير من اتزر وارتدى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من حمل على البراق في الهوى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من بلغ إلى سدرة المنتهى أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضغم خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسو بالدين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وخير الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين
أنا ابن المعيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين حرم المسلمين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداءهم ناصبين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين، وسهم من سهام الله على المنافقين، وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علم الله تعالى، سمح سخي بهلول بهي مدني أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أغبطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروف إذا ازدلفت الأسنة وقربة الأعنة طحن الرحى يذرون فيها ذروى الريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني حنفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الورى وارثها ومن الورى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي أمير المؤمنين. أيها الناس، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، أنا ابن خديجة الكبرى إلى أن قال أيها الناس، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن العطشان حتى قبها، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تزبى، ولم يزل عليه السلام يعدد مصائب أبيه الحسين وآله حتى ضج الحاضرون بالبكاء، فخاف يزيد وقوع الفتنة بين الناس، فأمر المؤذن أن يقطع كلام زين العابدين، فرق المئذنة وصاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال الإمام لا شيء أكبر من الله، وقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الإمام شهد بذلك لحمي وعظمي ودمي وجميع جوارحي، فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، التفت زين العابدين إلى يزيد وقال يا يزيد، محمد هذا الرسول الكريم هو جدي أم جدك؟
فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت أنه جدي فلم قتلت والدي الحسين وسبيت عياله من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان وحائرات أطال القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا فغودرت بين أيدي القوم حاسرة. وهكذا بقي الإمام زين العابدين حزينا كئيبا على مصاب جده وأهل بيته إلى أن رجع إلى المدينة مع عماته وأخواته، وما قدم له طعام أو شراب إلا ومزجه بدموع عينيه يشرب الماء ويقول كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا. يقدم الطعام له يقول كيف آكل وقد قتل أبي الحسين جائعا. قال له أبو حمزة الذمالي يا ابن رسول الله إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله شهادة، فما هذا الحزن والجزع والبكاء؟ قال صدقت يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن أقسم عليك بالله يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن امرأة منا سبيت قبل يوم كربلاء؟ اذهب لنا عادة. والله يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء يبترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راح وما مش بالعرب شيمة إلى أن حضرته الوفاة في مثل هذه الأيام أوصى بجميع وصايا إلى ولدي الإمام محمد بن علي الباقر، ثم توجه نحو القبلة غمض عينيه يا الله وأسبل يديه ورجليه وقضى نحبا صابرا محتسبا مسموما السلام على الإمام المسموم السلام على صاحب القبر المهدوم. قام الإمام محمد الباقر بتجهيزه تغسيله تكفينه، صلى عليه وشيع بأعظم تشييع وأبهج جمع من الناس. لما كان يوم شهادته يعني ليلة الحل يوم شهادته ليلا، جلس الإمام الباقر يتكلم
تقبل تعازي المؤمنين بفقد والد رأوا الإمام حزينا كئيبا سألوا الإمام يا ابن رسول الله القتل لكم عادة جدك أمير المؤمنين قتل أمك الزهراء استشهدت أبوك الحسين قتل أها أبناء عمومتك ما هذا الحزن والجزع والبكاء قال صحيح ولكن لما وضعته على المغتسل رأيت آثار الله أكبر آثار الجامعة في عنقه والقيد في يده والغل في ساقه وحق له أن كان ينادي ويصيح وعد الله ويصيح وعد الله عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خليت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مسجى مسجى فوقه اللهم بمصاب الإمام زين العابدين عليه ون على جميع المرضى لا سيما مرضى مخصوص من عليهم بالشفاء والعافية اكشف هذه الجائحة عن جميع خلقك وعن جميع المؤمنين يا رب العالمين عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واقضي حوائج المحتاجين أو في دين المديونين من سألنا الدعاء اللهم اقضي حاجته وفرج همه يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة بمحمد وعترة الطاهرة إلى أمواتنا مع أموات السامعين بلغ الجميع ثواب الفاتح مع الصلوات.